وسهلا فيكم بحلقه جديده من حكيتك اللي عم نقدم لكم اياها من السمارت شوب تبع اورنج بعبدون. واول اخبارنا لليوم عن شركه نيكون اللي كشفت عن تحديثات جديده لاصدارات الاف 2.8 من عدساتها. تيجي بتقنيه افضل مع تصميم اخف لعدساتها. هذا التحديث طرأ على عدسات 70 ل 200 ملم. هذه العدسات تيجي مع تقنيه تصحيح المنظور. هذه التقنية اللي هي تلت شيفت بتساعد المستخدمين لما بدهم يصوروا بزاوية واسعة. هاي التقنية بتمنع أن يكون في تشويش بالتصوير أو التصوير مع التركيز فقط على نقطة واحدة، وهذه الخاصية تميزت بالكاميرات صغيرة الحجم. تعد عدسات نيكون 70 ل 200 ملم F2.8 هي العدسات الأنسب للعمل الميداني وبالأخص الأخبار، ومن المتوقع أنه يتم إطلاق هاي العدسات بشهر نوفمبر القادم. كشفت شركة بلانترونيكس عن سماعاتها الوايرلس الجديدة اللي هي باك بيت برو 2. تيجي هاي السماعة بميزة حجب الضوضاء وبسعر $200. تيجي هاي السماعة مع مميزات وكفاءة أكبر مقارنة بالإصدار السابق، إلا إنه هاي السماعة ما بترتقي لمستوى البيتس والسوني، وبرضو قالوا عنها كتار من المستخدمين إنها الإصدار الأقل جاذبية ما بين الإصدارات السابقة. وإذا أنتم ما كنتم من الأشخاص اللي كتير مهتمين بالتصميم لهاي السماعة، تعد السماعة الأمثل لحجب الضوضاء وبسعر معقول. وأكدت شركة بلانترونيكس أنه بطارية السماعة باك بيت برو 2 بتضلها مستمرة معك ل 24 ساعة. ومننتقل لنحكي عن شركة الإيكو. هاي الشركة اللي عم تغزو بمنتجاتها الكهربائية المتنوعة الأسواق الأمريكية. وكشفت الشركة عن موبايلها الأندرويد الجديد البرو اس 3 اللي وصل سعره ل $400. بيعمل هذا الهاتف بمعالج سناب دراجون 821 ورام 4 جيجا وسعة تخزين داخلي 64 جيجا بايت. هاتف البرو اس 3 بيتميز بشاشة 5.5 انش، مكبرات صوتية مزدوجة دولبي اتموس، وكاميرا خلفية 16 ميجا بكسل. أما بالنسبة لخيارات ألوان هذا الهاتف فهي الرمادي والذهبي. قدمت الشركة 4 نماذج لشاشات التلفاز التابعة لشركة لإيكو كبديل عن العلامة التجارية فيزيو اللي استحوذت عليها بيوليو الماضي ب $2 مليار. هاي الشاشة سعرها $5000 وهي يوماكس 85 وبتيجي ب 85 إنش. تيجي بتقنية Dolby Vision و HDR10. الرام 4 جيجا بايت وسعة التخزين الداخلي 64 جيجا بايت. وبالنسبة لنظام الصوتيات فهو هارمن كاردن. وبعالم الألعاب ننتقل لنحكي عن أحدث أجهزة الألعاب اللي عم تطلقها نينتندو اللي هو جهاز سويتش. رح تقدم نينتندو العديد من الألعاب على جهازها المرتقب سويتش، واحدة من هاي الألعاب هو 3D ماريو، وغير هيك من المتوقع إصدار سبلاتون وماريو كارت. وهلأ رح نروح لنستعرض واحدة من منتجات أورنج. معنا اليوم سماعتين من أورنج، JBL Plus والJBL Flip 3. سماعة الفليب 3 عبارة عن سماعة متنقلة ذات كفاءة عالية تعمل عن طريق البلوتوث. هي مقاومة للماء سبلاش بروف ومصممة للعمل بالوضعية الأفقية أو العمودية. من الداخل مكونة من سماعتين مجموع قدرتهم 16 وات. تمتاز بصوت عالي وواضح كتير بالنسبة لحجمها الصغير. وبطارياتها القابلة للشحن تستمر بالعمل لعشر ساعات تقريباً. أما سماعات JBL Plus فيها مالتي LED لايت. حجمها أكبر من الفليب 3 وقادرة إنها تحول أي مكان لحفلة. تقدروا تزوروا واحد من معارض أورنج لتعرفوا تفاصيل أكثر عن هالجهاز. ننتقل للأخبار السريعة لليوم ومنحكي عن شركة أبل اللي أطلقت تحديث على النظام الـ iOS. الهدف من هذا التحديث هو حل المشاكل اللي عم بواجهها مستخدمي الآيفون 7 والآيفون 7 بلس، وهي اختفاء الإشارة من النظام أو نظام GPS. وبالخبر الثاني منضلنا مع شركة أبل وحالة احتراق جديدة للآيفون 7 بأستراليا نجم عنه أضرار كبيرة. وحالياً أبل على موعد مع إطلاق الماك بوك برو الجديد اللي رح تعلن عنه بتفاصيل أكثر خلال المؤتمر القادم. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حكيتك لليوم. نلتقي فيكم الأسبوع المقبل. مع السلامة.